وبحضور قائد مقام بيجي ورئيس رابطة المختارين، تم عقد اجتماع مع مختار يحيى قضاء بيجي وأصحاب المولدات حول وضع آلية وضوابط عمل المولدات، حيث تم الاتفاق على ساعات التشغيل وبنظام العداد الإلكتروني. اجتماع اليوم من المختارين وأصحاب المولدات، وتم مناقشة آلية التشغيل في قضاء بيجي، واستقرت آلية التشغيل على أنه يعتمد نظام العداد، لكون العداد هو يكون منصف للمواطن وأيضا لصاحب المولد. وأوضعنا توقيتات للتشغيل صباحية ومسائية من أجل وضع هذه الآلية، ومحصورة بتوقيتات معينة حتى لا يكون هناك تجاوز على طرف معين. أيضا نطلب من فرع توزيع صلاح الدين، وهذا مطلب طبعا من الأهالي وأصحاب المولدات، بزيادة كمية الوقود المصروفة للكيفي الواحد في من المولدات، لكون أصحاب المولدات يشكون حقيقة بقلة الوقود بالتوازي مع عدد ساعات التشغيل، لا سيما أن هناك انخفاض في معدل تجهيز التيار الكهربائي في قضاء بيجي وباقي المحافظة. تم الاجتماع مع السيد قائم مقام، اجتمع بينا احنا أصحاب المولدات في قضاء بيجي. تم توجيه تعليمات بالتشغيل والاطفاء حسب ما مطلوب، ولكن احنا حصه الغاز قليله جدا بالنسبه للمولدات، يعني نضطر نشتري تجاري، وهذا حتى السوق مال الغاز صعد عندنا. تشتري 100 110 هسه يقول لك 130 120، فادى الى ازمه، انه صارت ازمه في الغاز، وانه الغاز قليل، يعني 10 الكيفي ما تكفي. فنطالب دائره توزيع صلاح الدين وزياده الحصه، فنرجو انه يراعون حاله ابو المولد المواطن، يعني تاثر على المواطن.